السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في لقائنا لهذه الليلة في قصة عظيمة، هي قصة شعب، هو عنوان برنامجنا، لكنه قالوا الكتاب يعرف ما فيه بعنوانه، وعنواننا هو قصة شعب. عندما حصل ارتداد لمجموعة في الجزيرة العربية، ارتدوا عن الإسلام بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فقام أبو بكر الصديق حقيقة وقام بحروب الردة، ما يسمى بحروب لإعادتهم إلى الإسلام، فوقف معه عدد كبير جدا من أهل اليمن، منهم الأشعريين، أبو موسى الأشعري وغيرهم. فقيل أن 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 الآيات يعني التي تجسد ذلك وأنها نبأت بذلك هو قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. قيل أنهم أهل اليمن، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام أشار كما في البخاري، أشار قال عندما ذكر عليه الصلاة والسلام قال: الإيمان ها هنا، وأشار إلى أهل اليمن. مجموعة حقيقة من فضائل أهل اليمن، دخل أهل اليمن في الإسلام أفواجا، ودخلوا أقواما، دخلوا واستقر أهل اليمن في هذا في هذا الوضع. ما الذي حصل بعد ذلك؟ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم دخلنا في الخلافة، خلافة الخلفاء الراشدين الأربعة، ثم دخلنا في الحكم الأموي ثم العباسي. كيف كان أهل اليمن في ظل هذا الوضع؟ هل بقوا؟ هل تغير مفهوم الهجرة بالنسبة لهم؟ هل تغير مفهوم الثقافة بالنسبة لأهل اليمن؟ هل ألغيت شيء من لأنه جاء الإسلام وكانت التباينات القبلية كانت قوية جدا، حتى قيل أنه كانت يحكم الفارسيون كانوا يحكمون فقط تقريبا في صنعاء وحولها وقليل من عدن، بينما المناطق كانت التواجد القبلي قوي جدا. كيف تعامل الإسلام مع القبيلة كمفهوم؟ هل أبقاها أم ألغاها أم تعامل معها بمفهوم آخر؟ حول هذه المواضيع وغيرها يسعدني أن يكون ضيفي في هذا اللقاء باستمرار في هذه الحلقات دكتور صالح باسل. حياكم الله دكتور صالح. شكرا لك دكتور صالح. دعني أبدأ من هذه النقطة الأخيرة التي أنا أوردتها وأعود أنا وأنت. فعلا قضية نحن الآن في هذا الوقت أثير خاصة من 2011 وأثير من 2006 في قضية القبيلة 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 القبيلة، يعني هل تغير مفهوم القبيلة أو كيف تعامل الإسلام مع بلد مثل هذه؟ خاصة لما يعني يحدثني أمثالكم أنتم رجال التاريخ في قضية يعني أن أكثر الخلفاء كانوا حقيقة يعني كانوا كأنهم كانوا يزهدون في اليمن، يعني في حكم اليمن. كيف تعامل الإسلام مع القبيلة؟ شكرا طبعا لك. طبعا الإسلام تعامل أولا مع القبيلة أنها حقيقة موجودة في اليمن، وخاصة بعد انهيار الدولة اليمنية العامة، وأصبحت اليمن تحكم من قبل أما أذواء أو أقيال أو حتى تبابعة باعتبارهم من حمير، ولكنهم ملوك يملكون مناطق صغيرة، وهم في الأخير يعني أشبه بشيوخ القبائل، ولكن شيخ قبيلة أكبر يعني أو مجموعة قبائل. فيبدو أن الإسلام بالتالي تعامل مع هذا الوضع، أنه عندما أرسل الرسول عليه الصلاة والسلام رسول كتبه لأهل اليمن كتبها إلى كل الأذواء والأقيال والأمراء باعترافهم بوجودهم، باعترافهم بوجودهم. وعندما جاءته الوفود جاءته وفود من مختلف أنحاء اليمن، معظمها شيوخ قبائل أو أذواء بالتسمية اليمنية أو أقيال أو تبابعة، بالتالي تعامل معهم على هذا الأساس. ولكن كلف شخصيات ذات قيمة وذات مكانة مثل الإمام علي بن أبي طالب، والصحابي معاذ بن جبل، والصحابي خالد بن الوليد، والأنصاري البياضي. يعني طبعا هؤلاء كلهم أرسلهم لتعليم اليمنيين أولا الإسلام، وبكل تأكيد أيضا تعليمهم العربية، لأنه اليمنيون عندما دخلوا الإسلام لم يكن خطهم هو الخط النبطي، ما زال مسند، كان المسند ما زال المسند، وحتى إن لم يكن المسند فكانوا على صلة أو على مقربة من المسند، لأنه نقش أبرهة كتب بالمسند، وأبرهة كتب النقش إلى عهد قريب، يعني في 500 يمكن و70 أو يعني معناته أنه المسند ما زال موجود في نقوش موجودة في الجامع الكبير، نقوش في الجامع الكبير. نعم. بالتالي أيضا تعليم العربية، إلى جانب أيضا موضوع جمع الزكاة،
ايضا الحكم بينهم بالاسلام، لانه القضاء القضاء لانه لا احد منهم يعرف، لانه لم يتكون بعد يعني معهد او مدارس القضاة لتعليم القضاة من اليمنيين كما حدث بعد ذلك، يعني بعد فيما بعد اصبح كثير من القضاة من اليمنيين، فبالتالي تعامل مع القبيلة كما هي. لكن المهم في التعامل مع القبيلة او الشيء اللي ابقى القبيلة تعامل معها في موضوع الفتوحات الاسلامية. الذين جاءوا كلهم هم رجال القبائل، جاءوا إلى المدينة يعني، وخاصة في عهد أبو بكر الصديق. يعني مثلا الأشعث بن قيس الكندي تمرد وقام بحرب ضد الإسلام وضد عامل الإسلام وضد الجيش الإسلامي في حضرموت وفي حصنه، ثم فتح هذا الحصن وأرسل إلى المدينة. طبعا الإسلام متسامح، فجب ما قبله، جب ما قبله، فعفى عنه أبو بكر الصديق وعاد له زوجته لابن أخته شقيقته، عاد له زوجته، فأصبح من الفاتحين، فأصبح من الفاتحين. فالأشعث عاد مرة ثانية أصبح من الفاتحين يعني، وهكذا الكثير. قبائل كندا، قبائل قيس بن مكشوح الذي تولى الأمر بعد مقتل الأسود العنسي الذي قتل ابن باذان اللي هو شهر بن باذان. قيل قتله فيروز الزبادي، عفوا الديلمي، فيروز نعم قتله فيروز، قتل أبهله يعني تجمعوا على الفرس وقتلوه. وأيضا قام بمهمته قيس بن مكشوح. قيس بن مكشوح أصبح من رجالات الفتح الإسلامي. عمرو بن معد كرب الزبيدي الشاعر العربي معروف. والشاعر اليمني أصبح من رجالات وهؤلاء ارتدوا فتح. كلهم هؤلاء ارتدوا كلهم يعني ارتدوا، لكن البعض يقول أن ارتدادهم كان ارتداد عن الزكاة وقفي وليس وقفي. ارتداد عن الصلاة وعن الصوم وعن الإسلام يعني ارتداد جانب مادي. ولما يدخل الإيمان في قلوبهم، طبعا لم يدخل الإيمان في قلوبهم بعد. إذا كان رب العالمين، يمكن قلت لك مرة في حلقة سابقة ليس في التاريخ، أنه الله سبحانه وتعالى عندما وزع الزكاة جعل حصة للمؤلفة قلوبهم يعني الذين دخلوا الإسلام يعني حديثي العهد، من أجل جذب القلوب. يعني أفهم من كلامك دكتور أنه يعني وحتى وفرة يعني عندما جاء النبي عليه السلام أقره على أنه يكون على يعني تعامل مع القبيلة أنها مكون اجتماعي قائم وأنه رابط اجتماعي يعني يضبط بعض العلاقات، يضبط بعض الأمور. هل معنى ذلك أن المشكلة التي نعيشها نحن الآن، وكان خروج قليل كذا، ليس المشكلة في القبيلة والمشكلة في التعامل مع القبيلة؟ المشكلة في التعامل مع القبيلة وفي بعض الأفكار التي ترسخت عند القبيلة، وهي أفكار لم تعد يعني يقبلها الناس، يقبلها العصر ويقبلها الناس. لكن الإسلام شيء بديل. الإسلام أصلا هو نبت من قبيلة، يعني جاء في قبيلة، في قريش، قريش قبيلة ولكنها مقسمة، ولكنها بدأت تتمدن بحكم مهامها في قضايا الحج. هناك من أخذ سجنة الكعبة، وهناك من أخذ الحرب، هناك من أخذ الحماية، لكنهم في الأخير هم قبيلة، قبيلة قريش. فبالتالي أيضا المنطقة العربية كلها كانت أيضا منطقة قبائل، الكوفة، الشام. بالتالي الإسلام لا يمكن أن يأتي ليقضي على القبيلة. جميل. ولكن يمكن أن أقول أنه هذب القبيلة. إذا نحن بحاجة في هذا الزمن إلى تهذيب سلوكيات، نستمر في التهذيب ونحصل على تكوين يعني حتى نستمر. في أمريكا ما زال بعض القبائل قائمة يعني. نعم نعم، نستمر في التهذيب. وهناك في تقاليد، أنا ابن قبيلة يعني، أنا لست يعني جيت من الشارع، جيت من قبيلة، لكن قبيلتنا تهذبت وقبائلنا في حضرموت تهذبت بعد الهدنة إنجرامس أو هدنة السلطان عمر بن عوض قبل إنجرامس وإنهاء الثأر والدخول في الحياة المدنية، جعلتنا مدنيين ولكننا من أصول قبلية. وكذلك في تعز، ونفس العملية في تعز، تعز من الحديدة، من النعافر، عموما رجاء اليمن يعني، وأرحب وخولان وهمدان، فكلنا يعني جعلناكم شعوبا وقبائل. إذا هذه أمور اجتماعية لا ينكرها الإسلام، وإنما يدعو إلى التعامل. طيب دكتور، أعود إلى موضوع الأساسي يعني حتى أوروبا، حتى أوروبا، أوروبا عانت من القبيلة ومشاكل القبيلة إلى فترة قريبة، إلى عصر النهضة. ما الذي أذاب القبيلة في أوروبا؟ أذابها الاقتصاد، الصناعة، الزراعة، المدنية بشكل عام، يعني المدنية. يعني المدنية. أنا زرت الهنود الحمر في أمريكا وما زالت على طقوسهم وكذا، لكن ليس عليهم أذى من المجتمع وليس على المجتمع منهم أذى. متحفهم يعني. هم
والله جميل المتحف. طال عندنا متحف المتحف، حي. المتحف عندنا لو سوينا متحف بينقلب اليمن كله كل اليمن. دكتور، في عهد النبي عليه الصلاة والسلام هل اختلف تقسيم اليمن إلى مخاليف عنه في عهد الخلفاء؟ يبدو لا، في عهد الخلفاء يبدو أن استمر، لكن في عهد النبي هل قسم إلى أربع أم إلى مخلافين والله شمال؟ حتى الآن اللي كتب في كتب يعني الرواه من أبو الحسن بن محمد الهمداني الطبري إلى آخرهم يعني يتحدثون عن ثلاثة مخاليف أو ثلاثة أقاليم، واستمرت يبدو لي، ولكن في بدأ نوع من الرابط، لأنه قلت لك في الحلقة الماضية أنه معاذ بن جبل، الصحابي معاذ بن جبل يعني لم يأتي مباشرة إلى الجند، ذهب أولا إلى صعدة ومر بصنعاء ثم ذهب إلى الجند، معناته كأنه كلف أولا بالمرور على هذه وأظن هذه شكلت مخلاف تقريبا، وهذه مخلاف نعم. فيبدو أنه يعني كان كالمشرف، وبعدين جاء زياد بن لبيد الأنصاري البياضي لحضرموت، وبعد ذلك جعل بن أبي طالب إلى صنعاء، لكن يبدو أنه في البداية كان، لكن في تقريبا في العهد الأموي بدأ التعامل مع اليمن كعامل واحد في صنعاء، وهو بعدين يوزع بعض العمال أو بعض الولاة. دعني أعالج أنا وأنت في هذه المرحلة. نعم. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء كانت الأمور مستقرة؟ إلى حد كبير كانت مستقرة. نعم. استقرار يعني. استقرار يعني في عهد ما كان ما 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 لم يحدث إلا موضوع حروب الردة ولفترة قصيرة جدا، وعفى أولا يعني عبهلة تمرد ومات والرسول على فراش المرض، وجاءه خبر وفاته قبيل وفاة الرسول فترة قصيرة، والبقية تمردوا وانتهى تمردهم بسرعة في عهد أبو بكر، في عهد أبو بكر، في بداية عهد أبو بكر، بالتالي ظلت، وكان أهل اليمن أثر في القضاء على هذه، كان أهل اليمن نعم شاركوا أهل اليمن، بالتالي يعني الفترة أبو بكر الصديق وفترة عمر بن الخطاب وفترة عثمان بن عفان كانت فترة هدوء واستقرار، بل ورخاء لليمنيين. عجيب، رخاء، رخاء لليمنيين من خلال مشاركتهم في الفتوحات الإسلامية وما حصلوا عليه من أموال ومن حصص من الغنائم وثقافة يعني مثلا، وطبعا وثقافة، وبعضهم اضطر أو رأى أنه من الأفضل أن لا يعود إلى اليمن، أن يأتي بأولاده إلى المكان الذي هاجر إلى المكان لي. الذي يعيش فيه. يعني مثلا في عهد أبو بكر قيل أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه دعا إلى الجهاد، فجاءه في يوم من واحد من أهل اليمن أكثر من 20,000 مقاتل. الله 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 الله، في يوم واحد أكثر من 20,000 من الظاهر. إحنا نحب الخروج من اليمن من زمان. نحن نحب نحن اليمن يبدو هي يعني يعتبروها من مناطق الطارد لسكانها، أو أنه اليمني نورس أبنائها. نورس مهاجر دائما يعني من النوارس المهاجرة، عشان كذا أحسن يقولوا إدارة عندنا هي إدارة الهجرة والجوازات، إدارة الهجرة والجوازات يعني فيها فلوس. في 20,000 في يوم واحد تخرج يعني. مثلا أيضا مثلا قرأت في كتب التاريخ أنه يعني العطايا التي وصلت للجند من اليمن غير طبعا القادة، الجند وصلت إلى 1,000 دينار وأقلهم 300، ثم جاء عمر وارتفعت، في عهد أبو بكر وصلت إلى 4,000 دينار وإلى 5,000. أما الأمراء مثل أشعث بن قيس السكندي فقد يعني اقتطعهم مناطق، يعني اقتطعت لهم مناطق، وأيضا أبو موسى الأشعري. أهل اليمن هم بناة البصرة والكوفة، بس لم يكن رائدهم حقيقة، أقصد المال أو لا كلا. لا، هو المال ليس رائد، إنما جاء تبعا. المال وسيلة للحياة. أنت اليوم لو بقيت بدون راتب أو ما عندك تجارة وما عندك عمل في دخل ستعيش كيف؟ المال هو وسيلة للحياة، هو ليس الهدف الأساسي ولكنه هو الوسيلة للحياة. لكن هذا يلقي بظلال على قضية أنه يعني هل الثقافة ثقافة الهجرة قبل الإسلام كانت مختلفة عما كانت عليه في الإسلام؟ ثقافة الهجرة في الإسلام هي الجهاد من أجل نشر الإسلام. وشجعت؟ يعني في هدف اللي هو نشر الإسلام. يعني طبعا والإسلام طبعا لم ينشر فقط بالقوة، يعني أيضا نشر أيضا حتى عندما دخل المناطق خيرهم بين دفع الجزية وبين دخول الإسلام أو دفع الجزية والبقاء على دينهم، لكن يعني الجهاد من أجل الدين، ورافق الجهاد من أجل الدين الحصول على الغنائم، لأنه أيضا أنت عندما يعني تعمل نوع من
يعني ما يسمى يعني الترابط الشرطي أو الرابطة الشرطية بين يعني بين هذا وذاك. لكن عمر هم من كانت هجرته لله ورسوله فهجرته لله ومن كانت يعني مثلا لنا هاجروا فيما بعد، يعني مش في القرن الأول الهجرة أو في العشر السنوات الأولى الهجرة أو